الله 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 ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله منها وإياكم ثم أما بعد معاشر المسلمين النجاح الحقيقي أو الفوز الحقيقي هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الطيب أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه معاشر الإخوة والأخوات اتقوا الله تبارك وتعالى واعمروا أوقاتكم بما تجدوه أمامكم واستعملوا جوارحكم فيما ينفعكم في الآخرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن الدنيا معاشر المسلمين إلى زوال وإلى انتهاء وإن الآخرة هي دار القرار تأملوا قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أحبتي في الله الجنة دار الفائزين وأمنية العارفين فمن فاز بها فاز برضوان الرحمن ورؤية وجه المنان حقا إن هذا لهو الفوز العظيم أيها الأحبة في الله حقيق أن يسمى هذا فوزا عظيما وفوزا كبيرا وفوزا مبينا وهذا القول وهذا الفوز والنجاح للمؤمنين من هم هؤلاء يا ترى هؤلاء الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين
وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اعلم أيها المسلم، فلا فوز ولا نجاح بلا إيمان وعمل صالح صادق. نعم أيها الأحبة في الله، لا بد من التحلي بالصدق في الأقوال والأعمال والمقاصد. قال تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. أيها الأحبة في الله، وصدق التعبد لله سبحانه وتعالى وقبوله لا يكون إلا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما من كفر بمحمد فلا ينال الفوز العظيم مهما تعبد أو عمل صالحا. عباد الله، الفوز بالجنة لا يكون إلا لسلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهذا يبين أهمية الاتباع واقتفاء السنن والبعد عن الأهواء والبدع. وقد سمع ابن عباس رضي الله عنهما، سمع رجلا ينتقص بعض الصحابة فقال: أما أنت فلم تتبعهم بإحسان. ونقل ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه جملة من الآثار عن السلف في الاتباع ثم قال: فمن أراد الفوز والنجاة عليه أن يلزم غرز هؤلاء ويسلك نهجهم ويتبع طريقهم، ومن كان كذلك فقد سبقا بعيدا وفاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، إن من يريد الفوز والنجاح في الآخرة فعليه أن يصبر في الدنيا على الطاعة، فعليه أن يصبر في هذه الدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى، ويصبر عن المعاصي، ويصبر على مقادير الله تبارك وتعالى فيه. ذلك أن الإيمان والعمل الصالح يحتاج على صبر ومصابرة ليتحقق الفوز وليتحقق النجاة والنجاح، فيكون ممن قال الله فيهم: إني جزيتهم اليوم بأي شيء، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واعلموا أن تقواه سبحانه وتعالى محققة للفوز والرضوان. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. وصرفك عن عذاب الله يعد فوزا مبينا، كما قال تبارك وتعالى: من يصرف عنه، أي عن العذاب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. ومن مبشرات المؤمن أنه يعلم بفوزه عند موته حين يرى ملائكة الرحمة، يراه هذه الملائكة تستقبله
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار إلى أن قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أيها المؤمنون ما الذي حمل حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه حين طعنه المشركون في بئر معونة أن أخذ الدم بيده فرشه على وجهه وهو يقول فزت ورب الكعبة ما قال هكذا إلا أنه رأى نورا أمامه وكذلك ما الذي جعل أنس بن النضر يقول حين حمي الوطيس في غزوة أحد قال واها لريح الجنة أجد دون أحد إلا أنه رأى الجنة أمامه رضي الله عنهم وأرضاهم عباد الله سؤال الله العافية سبب للفوز والنجاح الحقيقي والفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة ذلك أن الإنسان إذا عوفي من المعاصي فقد فاز وإذا عوفي من التسخط فقد فاز لأن المؤمن إذا ابتلي استعان بالله على بلواه وصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله معاشر المسلمين فيا من تريد الفوز في الآخرة اعمل صالحا وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيرحمك ويمنحك فوزا عظيما فإحسان الظن أيها الأحبة في الله إحسان الظن بلا عمل غرور واستهزاء كما أن العمل بلا ظن حسن قنوط ويأس من رحمة البر الرحيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون أيها الأحبة في الله عظموا الله بقلوبكم وعظموا الله بألسنتكم وعظموا الله بجوارحكم واقدروه حق قدره أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على من أمركم الله بتسليمه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا الموسم المبارك طيب ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم ابيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.